تمام. طيب دكتور، خلينا نقول ان فشل او تكرار فشل عمليات الحقن المجهري هي حاجه مرهقه نفسيا ومرهقه جدا جسديا ومرهقه ماديا جدا ومعنويا، مرهقه كمان للاهل المحيطين بينا يعني. أكيد. فهل في حاجات ممكن نعملها او طرق معينه نعملها نتجنب بيها فشل التكرار ده مره تانية علشان نفرح في الاخر الزوجين اللي قدامنا؟ والله زي ما قلت حضرتك، احنا لازم نمشي صح من الاول، يعني نروح للمختصين من الاول، لان ده بيخلينا نلف في دايره مغلقه. انا نطيت الخطوات وما رضيتش اقيم الزوج، ويعني اهملت تماما ان ممكن الزوج يكون عنده سبب من اسباب تكرار فشل الحقن المجهري، ورحت على الزوج على طول وبدانا نعمل حقن مجهري مره واثنين وعشره. لا، انا امشي بالتدريج، امشي سيستماتيك، نقيم الزوج والزوجه. لو الزوج في بدايه الامر خالص، لو الزوج عنده سبب من اسباب تكرار فشل الحقن المجهري، يبقى لازم يتعالج. علاج الميل فاكتور او علاج الزوج مهم جدا جدا جدا. كل الجمعيات العلميه بتاعت المسالك البوليه وبتاعت الخصوبه بتقول ان لو في مشكله في الزوج لازم تتعالج. مش معنى ان عنده حيوان منوي ان انا اخده واعمل بيه حقن مجهري مباشره طبعا. العلاج مهم جدا، بالذات ان سن الزوجه مهم. لو انا قعدت اضيع الوقت في ان انا مش ماشي بشكل مظبوط وبنط الخطوات، ممكن قوي لما اجي اعمل صح بقى واعالج الزوج تكون الزوجه وصلت لسن الأربعين سنه، صحيح، وبقى الحقن المجهري اصلا صعب، حاجه صعبه حتى بعد علاج الاسباب، لان مخزون المبيض عندها بيبدا يقل. تمام. فالوقت مهم، ما ينفعش ان احنا نضيع وقت كتير. نمشي صح من الاول خطوه بخطوه.